شفتوا ديجون شنا كيفاش الدور الفرنسي الدرجه الاولى، وشاهدنا كيفاش الجوله السادسه وين شنا كيفاش بوردو يفوز بالاداء والنتيجه امام ديجون في بثلاث اهداف مقابل صفر، وين شنا ريمي وين سجل الهدف في الدقيقه 12، سامويل كالو اللي سجل في الدقيقه 29، توم اللي سجل في الدقيقه 89. يعني ما شفناش رده فعل تاع ديجون في هذه المباراه، وشاهدنا كيفاش رغم ان كانت المباراه متساويه في الاستحواذ 50% 50%، 422 440 بالنسبه لبوردو. يعني شفنا كيفاش كل مدرب، وين جون لويس اللي دخل بخطه 4-2-3-1، شفنا كيفاش سوفيان جو المدرب تاع ديجون اللي دخل بخطه 4-3-3، لكن بدون جدوى. شفنا كيفاش فؤاد شفيق المدافع تاع ديجون، شفنا بيرنار، شفنا جوردان، شفنا كيفاش تشار في الدفاع، يعني وين شفنا إيميريك، شفنا بابي، شفنا يعني مونيس شويعر، شفنا ويسلي، شفنا كيفاش يعني رغم ان ديجون وين دار تغييرات لكن بدون جدوى امام بوردو، وين شفنا كيفاش يوسف سيبالي في الدفاع، شفنا لوران، شفنا باولو لويس، شفنا توماس، ياسين عدلي اللي لعب 86 دقيقة، شفنا ريمي المسجل الهدف الاول اللي خرج في الدقيقة 63، شفنا نيكولاس، شفنا كيفاش كانت، شفنا مهدي زرقال اللي دخل في الدقيقة 77، جيمي، شفنا كيفاش جو، يعني نقولوا باللي كانت المباراة وين بوردو وين حسن التمركز تاعو، حسن كيفاش كيما نقول لك جاوه الفرص، ما ضيعش فرص، ضيع فرصة واحدة في الشوط الأول، وين شفنا كيفاش الشوط الأول اللي انتهى بهدف اللي صفر، شفنا الشوط الثاني وين توم اللي سجل هدف 89. يعني كانت المباراة كانت محسومة لبوردو في هذه الجولة هذه، وين انتهت شفنا كيفاش بوردو وين دخل بكل قوة من أجل الفوز وفقط، وكان لا ذلك، وين فاز في هذه الجولة السادسة بوردو 3 أهداف، ديجون 0 في الدور الفرنسي الدرجة الأولى.